قبل 8 اشهر او 9 اشهر قدمت، طلعت بالاعلام عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي، كشفت ملف الضمان الصحي، معامله الضمان الصحي اللي هي عباره عن مؤامره حقيقه على المتقاعد، مثل مؤامره الكي كارد والماستر كارد وهاي الامور، مؤامره استقطاع رواتب من رواتب المتقاعد 1500 دينار للضمان الصحي. انت هسه بكل من المتقاعدين لبنان اخواني اللي من المتقاعدين من المتقاعدين نعم. انت عندك نعم من المتقاعدين عندك 5 مليون متقاعد، اذا تستقطع من عندهم بالشهر 1500 دينار راح شي يصير عندك؟ عندك 7 مليار دينار عراقي كل شهر يتم استقطاعها من المتقاعد. شنو الوسيله اللي راح تقدمها للمتقاعد؟ الوسيله المتقاعد اسوي له عمليه طول هاي الفتره مالته، عمليه واحده مليونين دينار خارج او داخل البلد، وهذا اذا تجيب لك واحد مو امي، اذا تجيب لك واحد ما يفقه اي شيء لا بالصحه ولا بالضمان الصحي يقول لك هاي عباره عن ضحك على الذقون ونصب واحتيال. من قدمنا الكشف وطلعت بالاعلام ايش قال احمد عبد الجليل؟ نزل بيان قال الصباح الكناني يكذب ويريد يبتزني. انا اول مره اشوف بحياتي وبالعالم وبهاي عمري 45 سنه واحد يريد يبتز يطلع بالاعلام. انا اعرف اللي يبتز بينك وبينه مو يطلع بالاعلام. المهم نزل بيان قال انا ما عندي اي عقد، طلعت على احد القنوات الفضائيه عرضت العقود الرسميه وحولتها لجنابك الكريم. نعم. عرضت العقود الرسميه بين الشركه السلامه وبين هيئه التقاعد الوطنيه وبين شركه التامين الوطنيه العراقيه. من قدمتها ثاني يوم بالضبط، ثاني يوم دزوا علي مجلس القضاء الاعلى مشكورين، وهيئه القاضي النزاهه الاول في محكمه الكرخ قال الشيخ صباح وين الاوراق اللي عندك البارحه قدمتها؟ قدمتها القاضي النزاهه بالتفصيل. قال احنا ما متعاقدين ولا عندنا عقد. استاذ كريم ركز وياي بهذا الموضوع، ولا عندنا اتصال بهم. زين قلنا له ما عندك اتصال، جبت كتاب الى السيد القاضي مستقطعين الشهر الثالث العفو الثاني من المتقاعدين على 1500 دينار. زين من دز صحه صدور الكتاب طلع مستقطعين 1500 دينار لصالح شركة السلامة ومدعين المبلغ في مصرف التي بي اي التجاري العراقي، ومدعين المبلغ مستقطعين المبلغ شركة السلامة عراقية. قلت له سيادة القاضي شركة السلامة عراقية شلون حبيبي؟ شركة السلامة عراقية. لا 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 هاي الشركة وهمية استاذ كريم، هاي الشركة وهمية ما لها اي مسمى، هي شركة السلامة وشركة جلوب ميد وشركة الويد، 5 شركات مشتركة بهاي العملية حتى يعني يصير العملية نصب محكمة. عملية احتيال على المتقاعد العراقي وعلى الشعب العراقي محكمة، ضيعوها بيناتهم. المهم من كشفت كل هاي الخيوط صدر أمر من المجلس القضاء الأعلى بأن هذا العقد يلغي، مثل ما صدر أمر من القضاء الأعلى بعقد التربية يلغي. للعلم أستاذ كريم من منبرك الكريم هذا وبضيوفك الأخوان بهيئة النزاهة البرلمانية أوجه لهم هاي الدعوة وفتح تحقيق بهذا الموضوع، إن جميع وزارات الدولة مسوية هذا العقد الضمان الصحي الوهمي، جميع الوزارات بدون استثناء إلا اللهم يعني وزارتين أو ثلاثة ما مسوية هذه الوزارة. مع من؟ مع نفس هاي الشركة؟ نفس هاي الشركات؟ لا 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 شركة غير شركات يعني؟ لا لحظة لا لا أستاذ كريم بغير شركات، عندي أسماهن وراح أقدمهن إلى هيئة النزاهة البرلمانية وإلى ومقدمهن أنا إلى هيئة النزاهة وراح أقدمهن إلى الست عالية والسيد ليث يعني الدليمي يحققون بنفسهم نفس شيخ صباح ونفس الشركات. شيخ صباح يعني شيخ صباح لحظة لحظة نعم. يعني نفس الآلية هذه الآلية لابتزاز الناس تحت مسمى التأمين باقي الوزارات العراقية ايضا تعاقدت مع شركات وهميه ايضا ام شركات موجوده هسه تقاعد بالله وهميه باقي الوزارات شركات موجوده لو وهميه همين؟ لا موجوده موجوده سيد كريم موجوده استاذ العزيز موجوده، بس وين الخدمه اللي انا هسه اسال؟ انت عندك اخوك عندك عمك عندك والدك عندك صديقك، اريد اي عراقي يطلع بالتلفزيون يقول انا ضمان الصحي عالجني، واحد عراقي واحد يطلع يقول أنا بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة الإسكان وزارة النقل وزارة الداخلية وزارة الدفاع، أريد واحد يطلع يقول أنا عالجني الضمان الصحي سفرني خارج العراق وعالجني، بس واحد. زين احنا هاي العقود سيد كريم هاي العقود
بيها اموال وهدر بالاموال وبيها سرقه من الموظفين الدوله بالشهر، انت تصور بس من المتقاعدين بالشهر توصل الى 7 الى 9 مليار دينار عراقي، وزاره الاسكان والاعمار توصل الى 7 الى 8 مليار، وزاره التربيه 41 مليار وتم استرجاعها ونزلت المجلس القضاء الاعلى نزل بيان وتم استرجاع المبلغ. زين احنا اليوم هاي الملفات عتبنا حقيقة عتبنا، وخلي يعذروني الأخوة البرلماني، عتبنا على اللجان الرقابية اللي هي البرلمان العراقي. أنتم دوركم تراقبون، أنتم رقيب. من الساعة قبل قليل العفو أختي ست عالية قالت الوزير إذا نسحب ملف يقول هذا أقدم عليكم شكوى لأن أنتم اتدخلتوا بأمور سرية. الوزير إذا عنده هو عصابة إذا عنده مافيا أكيد ما يقبل ست عالية وليث الدليم وصباح وكريم يطلعون الأوراق مالته، لكن هاي أوراق مكشوفة. عندك ملف اللي تكلمت به ست عالية وأنا كان صوتي قطع لأن مو واضح، قالت ملف مزاد العملة. عندك ملف، أنت عندك علم تجار، أكو تجار رؤوس أموال، وأنا مستعد أجي للجنة النزاهة البرلمانية وأجي للهيئة النزاهة وأروح للقضاء. تجار مسيطرين على دوائر ومدراء عامين، هم ينصبون المدير العام وهم ينصبون الوكيل وهم ينصبون الوزير ويخلون موظف يقعد بباب المكتب.